مين انت؟ مو شغلك. أقول لك مين انت؟ كمان مو شغلك. طيب انا اشعر عن هون. انت مو عربي؟ طيب شو مشان القدس؟ لا سلام ولا كلام حتى تظهر الحقيقة كلنا ساكتين على هذه الفضيحة يا دونالد ترامب انت اسمع هالنصيحة لا تعلق مع العرب لانه اغلبنا دبيحة القدس خوا رح تبقى عاصمة فلسطين فحاجة تتمسكم تعمل حالك انك مسكين اليوم كلنا عم نهتم باسمك يا قدس صح يطلعوا منك خوا حتى لو كان بالرفس انت العاصمة ورح تبقي هيك على طول قبل الديمقراطية خلي يحترموا العقول بس العتب علينا وين امتك يا رسول رح بتصير عاصمتهم لهذا الشي مو مقبول الحقيقة مني وجر كلنا عم نتهم بعض لأنه قبل ما يفرقونا هن مفكروا عن بعض أن العرب متفرقين مو متحدين دمنا منكره بعض ليش عم نحكي باسم الدين اسمع ولا سوريا مع فلسطين اسمع ولا القدس خوا فلسطين اسمع ولا سوريا مع فلسطين اسمع ولا اسمع ولا سوريا مع فلسطين اسمع ولا القدس عاصمة لفلسطين اسمع ولا سوريا مع فلسطين اسمع ولا القدس خوا لفلسطين حكامك يا قدس بالاصل خائنين فحاجة يضحكوا على هالشعب المسكين بس عندي سؤال كم عدد المسلمين مليار ونص ها فخلينا ساكتين فلا تسألوني ليش عم تتشوه صورة الدين عشرة من هون مبينين والباقي نايمين فلا تسألوني ليش عم تتشوه صورة الدين عشرة من هون مبينين والباقي نايمين بس رجالك يا قدس بالأرض شامخين وطفالك وشهدائك هنن بالجنة ساكنين يا ربي يا كريم ارحمنا أجمعين يا ربي ارفع البلاء عن المسلمين طرزنا الدم بالكفن ولبسنا كوفية لأجل عيونك يا فلسطين أرواحنا لألك هدية أرواحنا لك هدية أرواحنا لك هدية اسمع ولا سوريا مع فلسطين اسمع ولا القدس خوا فلسطين اسمع ولا سوريا مع فلسطين اسمع ولا القدس خوا فلسطين اسمع ولا سوريا مع فلسطين اسمع ولا القدس عاصمة فلسطين اسمع ولا سوريا مع فلسطين اسمع ولا القدس خوا فلسطين